احتفلت مدرسة اللاتين في ماركا بتخريج فوج من الطلبة العراقيين المهجرين من الموصل وسهل نينوى، وراء الاحتفال المطران ويليام الشوملي مطران اللاتين في الأردن بحضور السفيرة الإسبانية في عمان بانيون دبلوس والأب أنخل مدير ومؤسس جمعية رسل السلام العالمية والأب الدكتور أشرف النمري مدير عام مدارس البطريركية اللاتينية في الأردن وشخصيات رسمية وكنسية. وابتدأ الاحتفال بكلمة ترحيبية ألقاها راعي كنيسة العذراء أم الكنيسة الأب خليل جعار، أكد فيها أن الكنيسة أخذت على عاتقها تقديم كل خدمة إنسانية للأطفال المهجرين، مشدداً على حقهم في التعليم والمعرفة والعيش الكريم، رافعاً في كلمته شكره وامتنانه لجلالة الملك عبد الله الثاني لدعمه الموصول لكل اللاجئين والمهجرين واستضافتهم في الأردن. هدفنا كان نحمي حقوق الطفل حقه بالتعليم. بشكر جميع اللي ساهموا ودعموا هذا المشروع، وبالأخص بشكر مؤسسة نورسات اللي دائماً بتشاركنا فرحتنا وأحلامنا وخدمتنا لإخوتنا العراقيين والسوريين. وبدوره عبر المطران الشوملي عن غبطته وهو يشاهد الأطفال سعداء وفرحين بتخرجهم على الرغم من الألم الذي يعتصر به الجميع من آثار الهجرة القسرية التي تعرض لها ذوو الأطفال وهم يغادرون الديار والأوطان. كان حفل التخريج مؤثر جدا، من ناحية محزن ومن ناحية مفرح. محزن لأنه ذكرنا بالأزمة العراقية والهجرة القسرية التي تعرض لها الأهل مع أولادهم، لكن كان الحفل أيضا مفرحا لأننا رأينا أطفالا سعداء يغنون يرقصون يتكلمون يتحركون، وذلك بفضل العناية التي نلوها من الشعب الأردني وأيضا من هذه الرعية المضيافة. أشكر القائمين على هذه المدرسة وخصوصا كاهن الرعية الأب خليل جعار. وقدمت السفيرة الإسبانية لدى الأردن شكرها للقائمين على المدرسة وعلى الجهود الإنسانية تجاه هؤلاء الأطفال، خاصة جمعية رسل السلام ممثلة بمديرها وأعضائها والعاملين فيها والهيئة التدريسية الممثلة بمديرتها السيدة سناء مكي. واشتمل حفل التخريج تقديم العديد من الفقرات الفنية والمقطوعات الغنائية التي أداها الطلبة الخريجون ونالت إعجاب الحاضرين. وفي ختام الحفل تم تسليم الشهادات لمائة وثمانين خريجاً من الأطفال العراقيين المهجرين وسط فرحة أهاليهم وذويهم الطامحين بمستقبل أفضل لهم ولأبنائهم.